ما شاء الله، تبارك الله. اليوم مطر جميل، مطر غزير. الشارع عندنا صار بحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأحد 11 فبراير 2024، الخبر، مدينة الخبر. أمطار غزيرة والسماء لها ساعتين تقريبا وهي تبرق وترعد، ما وقفت عن البرق والرعد. وهذا الشوارع، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، مثل ما شاهدتم تبرق وترعد. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحان الله العظيم. وين نروح الحين في الخبر؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. خفيف صوت الرعد. تبارك الله. وهذا شارع 30، شارع 30 على يميني حديقة الإسكان الخضر. هذه حديقة إسكان الخبر. ما شاء الله تبارك الله. غرقت من المطر، ملابسي كلها صارت ماي. اللي
المشارة طولت. وهذه هاي برلولو. هاي برلولو الخبر. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الليلة ليل في الخبر. اوه الشارع هنا غرقان. اجدان رايز اوتيل اجدان رايز. والله السحابة عند اجدان رايز في الاعلى. ما شاء الله تبارك الله. مدخل أجدان رايز. شوف السحاب كيف منخفض. السحاب منخفض نازل تحت. وهذا كورنيش الخبر الواجهة البحرية.
يوم يوم الخبر. والمطر عام، انا شفت مقطع فيديو، شفت مقطع فيديو حفر الباطن غرقان، البيوت غرقانين حفر الباطن. يعني المطر عام مش بس الخبر، لكن حفر الباطن، مخبي، الكويت، القصيم، المناطق دائما يجيها مطر يعني. لكن الخبر يعتبر المطر اليوم شيء نادر عندهم. اي نعم، الحمد لله، الله يجعلها سقيا خير ورحمة وبركة على البلاد وعلى العباد. فؤاد سنتر، مركز فؤاد سنتر. السحاب كيف؟ السحاب واضح في السماء. الساعة تقريبا 10 مساء. السحاب نازل بعد، مو واضح. يلا احنا وصلنا عند البطة والقطة. الحين تغرق القطة من المطر، وتجي البطة وتنقذها. ان البطة تسوي عنتر على القطة، تقول لها القطة بس يا قطة هذا لعبتي، فخري هذا المطر والماء لعبتي، لا تخافين من شيء. اينا الحين القطة ضبطت شغلها مع البطة. وهذا برج الخبر، برج الخبر، لكن للأسف صوت هنا ما طلع صوت المطر، ما طلع صوت نهائي. لكن هذا برج الخبر مثل ما تشاهدون، ما شاء الله تبارك الله، السماء تبرد، كيف السحاب، والمنظر جميل رائع، ما شاء الله تبارك الله. كان حطوا اللون أخضر، هو يتغير على كل حال، يتغير. شوف المطر ما شاء الله تبارك الله، يعني المطر أحيانا يصير غزير وأحيانا متوسط، بس مطرة جميلة حلوة. وهنا ما شاء الله شارع غرقان مطر، وهذا ميدان أو دوار التوحيد والعلم السعودي، وسط دوار التوحيد، ما شاء الله تبارك الله. كانت مطرة جميلة حقيقة. ما شاء الله تبارك الله.
زحمه والمطر زحمه. الله المستعان. مطر مطر. والله هذا اخاف اروح مع النفق احصل فيه ماي. خليني اروح مع الاشارة احسن. هذا طريق الملك فهد تحت النفق ما في إشارة، بس قد تنزل تحت وحصل تجمع للأمطار خليني فوق. بسرعة الإشارة متسكر. أوه والله الدوريات ما شاء الله منتشرين بكل مكان حق الطوارئ. أوه الشارع بالفعل طلع مسكر. شو الزحمة كيف رحنا فيها. تتيسر إن شاء الله تتيسر. خليك يا أبو صالح جهة اليسار عشان اليمين يصير فيه ماي اكثر، لان الشارع مايل ناحيه اليمين ما في احد، كل الناس ماسكين اليسار. خلك انت بعد اليسار. النفق اللي خفت منه طلع ما في شيء، السيارات قاعده تمشي فيه بسرعه، واللي جيت معه فوق طلع هو اللي فيه امطار والحركة بطيئة. شوفوا النفق، هذا النفق، وهذه السيارات قاعدة تطلع منها طايرة. يعني مو كل تفكير يطلع سليم، مرة تصيب ومرة تخيب. تفكيرنا المرة هذه طلع مش مضبوط. النفق الحين وصلوا بيوتهم، احنا لسه في هالمكان. ما شاء الله تبارك الله، والله كريم. اوف وهذا طشر علينا المطر جاي من النفق.
طالع من النفق بشر على وهذا بعد مثله شرحه راعي الباص هذا شو احنا مسكرين قزازه يلا مرايات معدومه الرؤيه ما نشوف شيء من المرايات يلا نرجع للبيت يعني في تجمع للأمطار في سيارات لا ماشي الحمد لله ما في شيء يلا قربنا قربنا أنا فلجت والله جسمي قام يرتعش لأن الجزء اليسار هذا صار كله ماي والله المستعان هذا أنا شايب الستين ما تحمل الكبر يعني ما هو العمر ما هو في الروح وفي النفس الكبر في الجسم في البدن يشتعل الرأس وشيبة ويوهن العظم في قول النبي زكريا وهو يسأل ربه كيف يكون لقد اشتعل الرأس وشيبة قد وهن مني العظم واشتعل الرأس شيبة أما الروح والنفس تكون وحدة والنفس ما يتعبها إلا هموم الدنيا ولا صاحب النفس نفسه مثل ماي ما تتغير الحمد لله على كل حال هذا حال الدنيا إنما تشيخ أبداننا ولا تشيخ أرواحنا الأرواح تبقى فتية وإن بلغت 200 من الدهر
إلى لقاء آخر إن شاء الله. كان معاكم أخوكم عادل اليامي أبو صالح. اليوم 11 فبراير 2024، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.